الرحمن الرحيم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة عندنا المحاضرة التانية اناتومي. خدنا الاسبوع اللي فات المحاضرة الاولى، كانت انتروداكشن خفيفة، ان شاء الله تكونوا فهمتوها والدنيا فتحت معاكم. هنراجع عليها بسرعة كده مراجعة خفيفة. خدنا اول حاجة فيها المرة اللي فاتت الاناتومي والديفينيشن بتاعه، وخدنا الجروس اناتومي، وقلنا ان الجروس اناتومي بتتقسم لحاجتين، اول حاجة الريجنر اناتومي والسيستميك اناتومي. وقلنا الريجنر اناتومي اللي هو ان انا بقسم الجسم عن طريق مناطق، وقلنا زي الثوركس، وقلنا زي الابدومين. خدنا في سيستميك اناتومي ان انا بقسم الجسم عن طريق مجموعة من الانظمة، وقلنا زي الدايجستيف سيستم، الكارديو فاسكولار سيستم، والريسبيراتوري سيستم. خدنا المرة اللي فاتت برضو حاجة اسمها الامبريولوجي، وخدنا الديفينيشن بتاعه اللي هو ان انا بدرس الوظائف والتغيرات اللي بتحصل لجسم الانسان before the birth، قبل الولادة. خدنا كمان الاناتوميكال بوزيشن، واتفقنا يعني اللي هو يعني ايه. قلنا اول حاجة بيكون ستاندنج اريكت، بيكون واقف مظبوط، فيسنج فورورد بيكون باصص لقدامي، والاي فورورد برضو عيني بتكون باصه لقدام، وعندي الابر ليمب اللي هو دراعاتي بيكون اوت سايد، لازم يكون جنب جسمي. وقلنا اهم حاجه البالم، قلنا البالم لازم يكون باصص فورورد، وقلنا ديت اهم نقطه هيجيلك عليها اختياري في الانتوكال بوزيشن. خدنا مره فاتت كمان البادي بلينز، وخدنا الساجيتال والفرونتال والهوريزونتال، وقلنا الساجيتال ان هو بيقسم الجسم عن طريق لخلال رايت وليفت، خدنا فرونتال بلين قلنا بيقسم الجسم انتيريور وبوستيريور، خدنا الهوريزونتال والترانسفيرس وده بيقسم الجسم ايه سوبيريور وانفيريور. كانت انتروداكشن خفيفه، وان شاء الله تكونوا فهمتوها والدنيا وضحت معاكم. وزي ما قلت لحضراتكم، اي حد عنده سؤال في الماده يبعت لي. عندنا النهارده المحاضره الثانيه السكليتون والسكليتال سيستم. بقول لك جسم الانسان، جسم الانسان عشان ادرسه لازم يكون عارف فيه كام عظمه. بقول لك جسم الانسان يا سيدي عنده 206 عظمه، معلومة ليك، وكمان فيه 360 جوينت، 360 مفصل. يبقى أول حاجة تاخدها ممكن يجيلك عليها ام سي كيو، جسم الإنسان فيه كام عظمة؟ هيقول لك يبقى أنت عارف إن هو 206 عظمة. طب أنا يا دكتور محمد أنا عايز أدرس جسم الإنسان 206 عظمة، هيقول لك صعب تدرسهم مرة واحدة، فإحنا هنقسمهم، لازم نقسمهم معانا عشان الدنيا توضح ويبقى سهل علينا في دراستهم. بيقول لك اول حاجه السكيتال سيستم بيشمل حاجتين، اول حاجه الاكزيال سكيلتون والابندكتور سكيلتون. بكل بساطه خالص تعودنا هكلمكم بالعربي في الاول الدنيا توضح معانا. الاكزيال سكيلتون ده ايه؟ اللي زي كان بيقول لك في ثانويه عامه ايه عظام الجذع، جذع الانسان، كان بيتكون من جمجمه وعمود فقري وقفص صدري، مش ده جسم الانسان؟ نفس الكلام هنا بس بالانجلش. بيقول لك الاكزيال سكيلتون بيتكون من ايه؟ بيتكون من سكال، بيتكون من مجموعة ثراسك كيرج القفص الصدري، وبيتكون من ايه العمود الفقري الفيرتيبرال كولم. ده اول حاجه في الاجزاء سكيلتون، لسه ما خدناش حاجه. خد تاني حاجه الابندكتور سكيلتون، ده بيقول لك ايه الهيكل الطرف المحوري. في ثانوية عامة كان بيقول لك كده، اللي هو عندنا ايه؟ عندنا الابر ليمب، اللور ليمب، الشولدر جيردل، وعظام الحوض. ناخد بقى كل حاجة واحدة واحدة ونحاول ندرسها مع بعض. يبقى عرفنا ان السكيتال سيستم بيكون من ايه؟ بيكون من حاجتين، اول حاجه عندنا الاكزيال سكيلتون، تاني حاجه الابندكولار سكيلتون. نكمل نخش بقى نشوف ايه اصلا الاكزيال سكيلتون ده بيكون من ايه. قلنا الاكزيال سكيلتون بيكون من ايه؟ اول حاجه قلناها الجمجمه، السكال، الفيرتيبرال كولم، العمود الفقري، الثوراسيك كيج، القفص الصدري. يبقى احنا خدنا وعرفنا الاجزاء سكيلتون بيكون من ايه، بيكون من السكال، الجمجمه، الفيرتيبرال كولم، الثوراسيك كيج. السكال، الفيرتيبرال كولم، الثوراسيك كيج، القفص الصدري. ناخد بقى كل حاجه ندرسها على بعض واحده. اول حاجه في الاجزاء سكيلتون قلنا ايه؟ قلنا السكال. لازم تكون عارف في السكال حاجتين، اول حاجه الحته دي اسمها ايه؟ كرينيوم. كرينيوم والعظمه دي اسمها ايه؟ ماندبل. ماندبل دول بس الحاجتين لازم تكون عارفهم في الجمجمه. في كمان حاجه بتكون تحت الجمجمه لازم تبقى عارفها، عظمه كده معانا في الايه، في الاجزاء السكوت بتكون مستخبيه، فممكن نقول لك على ام سي كيو اسمها الهيويد بون. الهيويد بون دي معانا في الاجزاء السكيلتون بس هي مستخبيه مش باينه، هي تحت السكال. وضحت يا شباب؟ تاني حاجه معانا النهارده قلنا الاكزيال سكيلتون بيكون من ايه؟ قلنا من سكال وثوراسيك كيج، فاحنا خدنا السكال قلنا بتتكون من ايه؟ من كرينيوم ومندبل. طب الثوراسيك كيج بتتكون من ايه؟ اول حاجه يا سيتي
القفص الصدري قدامك اهو، بيقول لك من انتيريو الحته اللي قدام فيه الامام اللي فيه بتكون الاسترنم. اللي هي الاسترنم يا دكتور اللي هي دكتور زي ما خدتها في ثانويه عامه اللي هي ايه، عظمه القص. عظمه القص اسمها ايه عندنا؟ استرن. انت خلاص بقى كبرت، مش هنقول بقى عظمه القص، اسمها ايه؟ الاسترنم. الاسترنم. طب القفص الصدري من ورا موجود في ايه؟ موجود والله ايه، فقرات، فقرات ظهرية اسمها ثوراسيك فيرتبري. ثوراسيك فيرتبري يبقى انتيريور موجود ايه؟ موجود الاسترنم عظمة القص. طب ورا موجود ايه؟ بوستيريور الثوراسيك فيرتبري. طب لاترال الضلوع عندها 12 ضلع. يبقى في تاني يا شباب، اول حاجة في الثوراسيك كيج الانتيريور بتاعها ايه؟ قلنا الاسترنم عظمة القص. طب بوستيريور الثوراسيك كيج سوري الثوراسيك فيرتبري. طب لاترال ال 12 ريبس، 12 درع اللي عندنا. ناخد كل حاجة واحدة واحدة. الاسترنم خدنا، هناخدها من قريب اهو. الاسترنم بيقول لك يا سيدي الاسترنم بتتقسم 3 أجزاء، واحد اتنين والصغير 3. بيقول لك يا سيدي أول جزء فوق ده اسمه ايه؟ مانوبريم. مانوبريم. وتاني جزء اللي هو ده اسمه البادي. اسمه ايه؟ البادي. طب تالت جزء اللي هو الصغير خالص ده وسن مدبب ده اسمه جزافويد. جزافويد. يبقى تاني الاسترنم بتقسم عندي كام جزء؟ 3 أجزاء. أول حاجة فيها مانوبريم. مانوبريم. تاني حاجة البادي، الجسم بتاع البادي. تالت حاجة الجزافويد. عندي هنا ركز معايا عشان ممكن تجي لك موضوع سؤال حاجة مستخبية. نوت الالتقاء دي، عندك نوت الالتقاء بين المانوبريم والبادي، دي بتكون عند الضلع التاني سكند ريب. دي معلومة خليها لنفسك، جات لك سؤال يبقى انت عارفها. نوت الالتقاء دي ما بين المانوبريم والبادي اسم، دي بتكون عند الضلع الكام؟ عند السكند ريب، الضلع التاني كده. يبقى خدنا حاجة، أول خد أول حاجة خدناها السكال، تاني حاجة خدناها الثوراسيك كيج في الأجزاء، تالت حاجة معانا بقى إيه؟ الفيرتبرال كولم، العمود الفقري. العمود الفقري طبعا احنا عارفين إن هو بيتكون من 5 مناطق، الفقرات العنقية، الظهرية، القطنية، العجزية، العصعصية. خلاص بقى احنا دخلنا كلية دكتور بقى دكاترة للدنيا، مش هياخد بقى بالعربي. يبقى اول حاجه 7 فقرات عنقيه، اسمها ايه؟ عنقيه اصلا معناها ايه؟ سيرفايكال. سيرفايكال. ظهريه ثوراسيك. ثوراسيك. قطنيه لمبر. لمبر. عجزيه ساكرال. ساكرال. عصعصيه كوكسكس. كوكسكس. يبقى انا عندي العمود الفقري عندي 7 فقرات سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 ساكرال، 4 كوكسيكس. كده تمام يا شباب؟ في حاجة صعبة لحد دلوقتي؟ مفيش أي حاجة صعبة، نكمل. بيقول لك يا سيدي عندي معلومتين عن العمود الفقري. أول حاجة خالص بيقول لك إيه؟ إن ساعة الولادة العمود الفقري، ساعة الولادة وما قبلها، العمود الفقري بيكون إيه؟ كونكيف. يعني ايه كونكيف يا دكتور؟ يعني واخد شكل مقعر. مقعر. يعني دلوقتي انا يا دكتور قبل الولادة، خدنا قبل الولادة ده بدرس التغيرات وتغيرات الوظائف في الجسم ده عن طريق حاجة اسمها ايه؟ الامبريولوجي. فقال لك سيدي الامبريولوجي ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انا درست جسم البيبي قبل الولادة ولقيت فيه ان العمود الفقري بيكون ايه؟ بيكون كونكيف، بيكون مقعر. تمام يا شباب؟ هاجي لك ام سي كيو بكل بساطه، هيقول لك عندي حاجه اسمها برايمري كيرف وحاجه اسمها سكندري كيرف. انت خدت دلوقتي ان هو ساعه الولاده وما قبلها بيكون ايه، برايمري ولا سكند؟ تقول يا دكتور لحد دلوقتي ما خدتش برايمري، السكندري ايه ده؟ اقول لك هتفهمه دلوقتي المحاضره السلايد الجاي. هيجي لك الام سي كيو هيقول لك الايه، الفيرتيبرال كولم ات بيرث او بيفور ذا بيرث بيكون ايه؟ كونكيف، بيكون برايمري. يبقى انت عرفت، حضرتك عرفت ان البرايمري كيرف بيكون ايه؟ كونكيف بكل بساطه. يبقى السكندري
كونفكس، وبرضه هفهمك يعني ايه كونفكس دلوقتي. يبقى دلوقتي الشباب اللي عايزك كله تعرف في السلايد دي، ان يا شباب at birth او before birth ال vertebral column بيكون واخد شكل concave primary curve. نكمل يا شباب، صلى على النبي. دلوقتي احنا خدنا قبل الولادة ان ساعة الولادة ان العمود الفقري بيكون ايه؟ بيكون كونكيف. يعني ايه كونكيف؟ يعني بيكون مقعر، ودي حاجة سميناها برايمري كيرف. برايمري كيرف ده بيكون ايه؟ كونكيف. طب دلوقتي يا دكتور انا خلاص كبرت وبقيت راجل ادلت، العمود الفقري بتاعي خلاص ما عادش ليه تغيرات تانية، فانا دلوقتي هل انا برايمري كيرف؟ هقول لك احنا هنطلعها دلوقتي من على الرسمة. العمود الفقري قدامنا اهو هنطلعه. احنا خدنا البرايمري كيرف اللي هو ايه؟ كونكيف. هل ده الفقرات العمقية كونكيف؟ هتقول يا دكتور ده كونفكس ده محدبة، هقول لك يبقى ده سكندري. احنا خدنا الفقرات العمقية سوري خدنا الفقرات لما تبقى واخدة شكل كونكيف يبقى حاجة اسمها برايمري، طب بقت كونفكس يبقى حاجة سكندري، لأن الأساس بتاعي ايه؟ الكونكيف. فدلوقتي عند السيرفايكل الفقرات السيرفايكل السبع فقرات محدبة ولا مقعرة؟ كونكيف ولا كونفكس؟ تقول يا دكتور ده كونفكس خلاص يبقى سكندري. طب الفقرات الظهرية ده شكل كونفكس ولا كونكيف؟ تقول يا دكتور ده كونكيف يبقى برايمري. تمام. طب اللمبر كونكيف ولا كونفكس؟ هتقول يا دكتور ده كونفكس يبقى سكندري. طب والصقر اللي واخد شكل ايه؟ مقعر كونكيف يبقى هي ايه؟ برايمري. هتعرف من ده كله السلايد دي تعرف يعني ايه؟ ايه البرايمري وايه السكندري؟ البرايمري بيكون هو الثوراسيك والسكرال والكوكسيكس. طب ايه هو الكونفكس؟ السكندري بيكون السيرفايكال واللمبر. وصلت شباب؟ إيه الدنيا بسيطة خالص، ما تعقدش على نفسك. خدنا كده الايه الاجهزة السكيلتون، وقلنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من فيرتيبرال كولم وسكال وثوراسيك كيج. عرفنا السكال بتتكون من ايه؟ قلنا بتتكون من كرينيوم ومندبل، وخدنا الثوراسيك كيج وقلنا بيتكون من انتيريور من الاسترنم ومن بوستيريور من الثوراسيك فيرتيبري واللاترال ايه ال 12 ريبس. خدنا العمود الفقري الفيرتيبرال كولم وقلنا بيتكون من ايه؟ من فقرات من 7 سيرفايكال 12 ثوراسيك 5 لمبر 5 ساكرال 4 كوكسيكس. هناخد دلوقتي الابنديكولار سكيلتون الهيكل الطرفي المحوري زي ما على ما اتذكر في الثانويه العامه كان عندكم الاسم ده. هناخده بقى دلوقتي ايه بالانجليزي زي الايه الابنديكولار سكيلتون، وتعود بقى ايه تنسى حوار ثانويه عامه بقى. انا في الاول بقول لك كلام بالعربي عشان الدنيا صعبه عليك في الاول، بعد كده انت هتلاقيني بتكلم انجليزي بس، فانت ما تتعودش على كده. انا بس ايه عشان في البدايه فواخدك بالراحه، بعد كده هنخش في المنهج هتلاقيني كله انجليزي، فانت ايه على قد ما تقدر حاول تدوس معايا شويه في حول اللغه. حتى وانت بتذاكر خلاص ما تذاكرش ولا كلمه عربي، ذاكر انجليزي بس وربنا يوفقكم. اول حاجه يا سيدي الابندكولار سكيلتون بيتكون من ايه؟ بيتكون من ابر ليمب ولور ليمب، هيكل طرف علوي هيكل طرف سفلي، صح؟ ناخد بقى كل واحد حاجه حاجه ونفصصها. بيقول لك يا سيدي الابندوكاس كنت بقول لك اهو بيتكون من الابر ليمب والشولدر جيرد اللي هو الكتف، البون اوف لور ليمب بيتكون من ايه؟ بيتكون من اللور ليمب اهو والبلفيك جيرد اللي هو عظم الحوض. ناخد بقى كل حاجه بالتفصيل الرسم. بيقول لك يا سيدي ناخد الرسم اهو عشان تبقى عندك معلومه عندك. عشان تعمل مفصل لازم يكون عندك عظمتين في اقصر، حلو؟ تقول لي حلو. فانا يا سيدي مفصل الشولدر عندي اللي بيكونه ايه؟ عندي والله عظمه اسمها الكلافيكل اللي هي دي بالعربي الترقوه، وعندي عظمه وراهم اللي هي المثلثه دي اسمها ايه؟ الاسكابولا. ايه اسكابولا؟ يبقى عندي اللي بيكون مفصل الكتف عندي الكلافيكل والاسكابولا، فانا سميتها ايه على بعضهم؟ شولدر جيردل. شولدر جيردل بقول لك ايه منين الشوت كده؟ بقول لك ايه الكلافيكل والاسكابولا. عرفنا هما فين؟ الكلافيكل اهي اللي هي الترقوه،
والسكابيولا اللي هي مثلثة اللي عندك في ثانوية عامة لوح الكتف. عندي بقى الأبر ليمب هيكل الطرفي، بيقول لك مكون من ايه العظمة دي. أول عظمة عندنا اهي اسمها ايه، اسمها الهيومرس. هيومرس يبقى أول عظمة عندنا اسمها ايه، اسمها الهيومرس اللي هي العظمة دي. تاني عظمة عندنا، عندنا حاجة اسمها ألنا وحاجة اسمها ريديوس، نسويهم كده عليهم. قلت له يا دكتور هقول لك شايف ايه، هتقول لي انا شايف عظمة كبيرة وعظمة رفيعة. اقول لك برافو عليك، فعلا عندنا عظمة كبيرة وعظمة رفيعة. العظمة الكبيرة اسمها ريديوس والصغيرة اسمها ألنا. هقول لي يا دكتور، هتقول لي يا دكتور انا عايز افرق بينهم، عايز اعرفهم، على ابص كده الايد اعرفهم. هقول لك يا سيدي ببساطة، اللي عنده الصبع الكبير التخين ده اسمها ريديوس، واللي عنده الصبع الرفيع بتاعنا الصغير هنسميها ألنا. وصلت؟ يبقى عندي عظمتين، عندي عظمة اسمها ألنا وعظمة اسمها ايه؟ ريديوس. الألنا اللي هي الرفيعة، الريديوس اللي هي الايه؟ الكبيرة التخينة. وصلت؟ وصلت. عندي بقى نخش على عظام الهاند، عندي 8 كاربلز اللي هم دولت، عندي 5 ميتا كاربلز، 1 2 3 4 5، وعندي 14 فالنجيز، 14 سلمية. يبقى تاني عظام الهاند عندي ايه، عندي 8 كاربلز، 5 ميتا كاربلز، 14 فالنجيز، 14 سلمية. وصلت يا شباب؟ تعال بقى نقرأ اللي هو كاتبه لنا. بيقول لك يا سيدي بونز اوف ابر ليمب، اول حاجة الهيومرس اللي هي الموجودة دي، الهيومرس. بونز اوف ارم، الحتة دي اسمها ارم، والحتة دي اسمها فور ار، ودي اسمها الهاند. يبقى أول حاجة عندي في الأرم بيكون من ايه؟ بيكون من عظمة اسمها الهيومرس. طب الفور ار بيكون من الألنا والريديوس. طب الهاند قلنا عندي 8 كاربلز، 5 ميتا كاربلز، 14 فالنجيز، 14 سلمية. كده خدنا الايه، الهيكل الطرفي العلوي بالبلدي خالص اهو. بكلم معاك مفيش بعد كده الصراحة، مفيش حد بيعمل كده أصلا. المفروض هتاخده كله انجليش، بس انا بالراحه باخدك بالراحه خالص اهو معانا وبسخن معاك. تاني حاجه الهيكل الطرف السفلي، بقول لك يا سيدي تعال ناخد برضو ايه واحده واحده هنا، ثانيه واحده. بيقول لك يا سيدي عظام الحوض معانا حاجه اسمها الهيبون، دي كلها عظمه اسمها الهيبون، ودي كلها عظمه اسمها الهيبون. يبقى عندي في عظام الحوض عظم اسمهم عظمتين الهيب بون، ليهم اسم اختصار ليهم اسمهم بيلفيك جيردل، بيلفيك جيردل. تمام. عندي برضو هنا نخش بقى على اللور ليمب، الحتة دي العظمة الكبيرة دي اسمها ايه، اسمها فيمر. فيمر اسمها ايه يا شباب؟ اسمها فيمر. عندي ايه تاني؟ هتقول لي يا دكتور عندي الصابونة، الصابونة بتاع ركبتك اسمها باتيلا، باتيلا. تمام. هقول لك بقى يلا ينزل بقى على ايه، على الليج. هتقول لي ايه يا دكتور في عظمة كبيرة قوي وعظمة لا تذكر اصلا. هقول لك بالظبط، هقول لك الكبيرة قوي دي اسمها تيبيا، والرفيعة اسمها فيبيولا. يبقى الكبير قوي دي اسمها ايه، اسمها تيبيا، والصغيره اسمها فيبولا. برضو عشان تعرفهم على جسمك، الكبيره قوي دي اللي هي يم الصباع الكبير بتاع رجلك، والصغيره لما يم الصباع الصغير. بقى تاني يا شباب عندك لابندكيولار سكيلتون في اللور ليمب، بيكون من ايه، بيكون يا سيدي من 2 هيب بون هسميهم على بعض الايه، البلفيك جيردل، البلفيك جيردل اللي هو بيكون من ايه، من 2 هيب بون. عندي ايه تاني؟ عندي عظمة كبيرة اسمها الهيومرس، الايه، هيومرس. عندي الباتيلا اللي هي الصابونة، عندي التيبيا العظمة الكبيرة اوي دي تيبيا، والصغيرة اللي جنبها اسمها ايه، فيبيولا. عندي في الفوت بازت نفسها ايه، عندي 7 تارسلز موجودين في الانكل، عندي 5 ميتا تارسلز، وعندي 14 فالنجيز برضو، 14 سلمية. تعال نشوف هو كاتب لنا ايه. بيقول لك شيت البون اوف لور ليمب، اول حاجه عندنا الفيمر، وان دي موجوده في الصايل اللي هي الحته دي. تاني حاجه
التيبيا والفيبيولا اللي هما موجودين في الليج، وشرحنا عليه وفهمنا وفهمتك هما فين. عندي بقى في الليج ايه، بونز اوف فوت، عندي 7 تارزلز، 5 ميتا تارزلز، 14 فالانجيز. بص يا شباب كده خدنا الامبندكولار، كده خدنا الامبندكولار سكيلتون والاكزيال سكيلتون، وقلنا بيتكونوا من ايه. الامبندكولار سكيلتون عرفنا ان هو فيه الابر ليمب واللور ليمب، والابر ليمب بيتكون من ايه واللور ليمب بيتكون من ايه، وعرفنا يعني ايه شولدر جيردل، وعرفنا يعني ايه بيلفيك جيردل، وفرقنا بينهم. بيجي لك سكيل كده سؤال بيقول لك تيست يور سيلف، بيقول لك which of following bones belong to the appendicular skeleton or their girdle. انت طبعا قريت، هعلمك ازاي تحدد السؤال. اي سؤال فيه مفتاح حل زي ما خدت في ثانوي عام، مفتاح حل هنا فين؟ بيقول لك appendicular skeleton، يبقى خلاص اي حاجه اجزاء سكيلتون مش معايا. يبقى وانت طبعا حفظت بقى، خدت المحاضره وذاكرتها وحفظت، عرفت ايه هو الاجزال سكيلتون وعرفتهم وذاكرتهم وحفظتهم، عرفت ايه هو البندكر سكيلتون وحفظتهم. فخلاص لما اقول لك ده البندكر واللاجزه تقول لك ده اجزيه، لا ده البندكر تبقى عارف. اول حاجه عندنا اول تشويس معانا السكال، السكال ده ايه اجزل ولا البندكر؟ تقول لي يا دكتور ده ايه ده اجزل، يبقى خلاص هو غلط. الاسترنم تقول لي دكتور الاسنان ده موجود في ايه؟ هقول لك موجود في السوسك كيج زي ما خدنا عظمه القص. ده اجزل ولا بنديكولا؟ تقول لي ده اجزل، اقول لك يبقى خلاص مش معانا. الكلافيكل، الكلافيكل دي موجوده فين؟ هتقول لي يا دكتور ده موجوده في حاجه اسمها الشولدر جيردل مع الابر ليمب، اللي موجوده في ايه؟ في البنديكولا سكيت، اقول لك يبقى هي دي. نكمل الاختيارات، الريبس دي موجوده فين؟ هتقول لي يا دكتور موجوده في السوراسك كيج في القفص الصدري، ده اكزيال يبقى مش معانا. هتقول لي طب الفرتبري، الفرتبري موجوده فين؟ في الفرتبرال كولم في العمود الفقري اللي هو برضو في الاكزيال سكيلتون، يبقى ايه الاجابه دي مش معانا. عرفت ازاي تفكر؟ بتجيب اختيار اختياري، انت المفروض مذاكر وعارف بتعرف السؤال عايز ايه عشان تعرف تختار صح. وصلت يا شباب؟ هناخد دلوقتي ايه الكلاسيفيكيشن اوف بونز. اول حاجه هناخدها عن طريق الشيب او ستراكشر او دير اللي هو يعني يا دكتور بقول لك انا هدرس الوظائف بتاع العظم عن طريق ان انا هدرس الشكل بتاعه وتركيبه والوظيفه بتاعته. هقول لك كده معايا صلي على النبي وما تسرحش مني. اول حاجه يا سيدي بقول لك ايه، اول حاجه كلاسيفيكيشن اوف بون اكوردنج ايه تو شيب، عن طريق الشكل. يبقى هقسم العظم عن طريق الشكل، اللي اي حاجه شكله زي بعضه هحطه في ايه مع بعضه عشان ادرسه. هقول لك زي ايه، هقول لك زي اللونج بونز. اول حاجه عندي تقسيم، عندي اللونج بونز. يعني ايه اللونج بونز؟ يعني انا يا دكتور هخلي العظام الطويله كلها مع بعض. اللي هي يا دكتور العظام الطويله؟ هقول لك زي مثلا الهيومرس، زي الالنا، زي الراديوس، زي الفيمر، زي التيبيا، زي الفيبيولا، وهكذا. هقول لك زي ايه تاني؟ هقول لك زي الكلافيكل، دي كلها معايا عظام طويله. بس لاحظت حاجه يا دكتور، ان انا كل العظام اللي قلتها دي جايه منين؟ من الابندكولار سكيلتون، مفيش فيها اجزل خالص. بص حتى كده على الشكل اللي انا عامله اللي انا برسم بحدد لك عليه كله ابندكولار سكيلتون. بقول لك يا سيدي صل على النبي، الاكزامبل بتاعها ايه؟ اول حاجه قلنا الهيومرس، الراديوس، الالنا، الميتاكاربلز، التيبيا، الفيبيولا، الفيمر، الميتاتارزا، والكلافيكل، والفلانجيز. دي كلها عظام ايه؟ عظام لونج بونز. وظيفتهم ايه يا سيدي؟ بيقول لك دول بيساعدوني في الحركه، وبيساعدوا ان هم ايه يشيلوا وزن الجسم. تمام. طب خدنا اللونج بونز يبقى اكيد في شورت بونز، العظام القصيره. عندك يا سيدي مثالين بس فيه ليهم. اول حاجه عندك في ايدك الهاند حاجه اسمها الكاربلز، حاجه اسمها التارسلز، اللي هم دول وظيفتهم ايه؟ بيساعدوا على الاستابيليتي، بيساعدوا على التوازن. يبقى اول حاجه عندك ايه؟ عندك الكاربلز في ايدك، عندك التارسلز في الانكل، دول مثال عندك على الشورت بونز. الدنيا سهله خالص. عندي حاجه اسمها الفلات بونز. يعني ايه يا دكتور فلات بونز؟ من اسمها فلات يعني حاجه مسطحه. هقول لك اه، هتقول لي يعني زي ايه؟ هقول لك يا سيدي احنا خدنا فوق من شويه في الاجهزه السكيلتون، خدنا السكال، وخدنا في السكال ايه؟ خدنا الكرينيوم والمندبل. طب الكرينيوم دي مش مسطحه؟ تقول لي مسطحه جدا. هقول لك طب الاسترنوم، عظمه القص، خدناها فين؟ برضو في الاجزيال، كانت موجوده فين؟ في السوراسك كيج انتيريور. الاسترنوم
عندي ايه تاني؟ عندي السكابيولا، شايف العظمة من غير ما تعرف، ما تعرفها اصلا او تدرسها، من شكلها خالص اهو مبين انها ايه، مسطحة فلات. يبقى عندك زي ايه الاكزامبل اللي عندك؟ عندك الكرينيوم في السكال كاب، وعندك السكابيولا، وعندك الاسترنوم. عندي بقى حاجة تانية تقسيمة رابعة ليهم عن طريق الشكل، اللي هو ايه الريجولار بون. يقول لك تقول لي يعني ازاي يا دكتور؟ هقول لك طب صلي على النبي. عندك مثلا عظمة زي الهيب بون دي، هل هي لونج بون؟ اقدر احطها كلونج بون؟ هتقول لي لا. هل هي شورت بون؟ تقول لي برضو لا. طب هي فلات؟ هتقول لي لا. هقول لك خلاص دي هي اصلا شكلها من اسم الريجولار غير منتظمة، فانا عملت لهم تقسيمة لوحدهم اللي هم غير منتظم زي ايه، زي الهيب بون، زي الفرتبري. هل الشكل ده انا اقدر احطه كلونج بون او شورت بون او فلات؟ هتقول لي لا طبعا. فخلاص هي حاططها في تقسيمه اسمها ايه الريجولار بونز. وعندي حاجه كمان اسمها فاشيال بون. تاني حاجه معانا البنيوماتيك بونز. يعني ايه يا دكتور بنيوماتيك دي؟ هقول لك يا سيدي ان هو فعلا هو هل العظم يقدر يخش جوه يبقى هو يخش جوه هوا؟ هتقول لي يا دكتور ازاي؟ هقول لك في عندنا العظم بيخش جوه هوا زي عندنا في السكال، عندي تجاويف، عندك مثلا جنب مثلا مناخيرك من ورا عندك التجويف ده، وعندك التجويف ده، دي كلها تجاويف بيخش فيها هوا. وصل الشارع عرفني يعني ايه بنيوماتيك بون؟ يعني عظم بيخش جوه هوا. بون كونتين كافيتي فيها تجاويف، عظم جواها تجاويف. وصل الشباب؟ يبقى خدنا ايه دلوقتي؟ خدنا اللونج بونز، خدنا الشورت بون، خدنا الفلات بون، خدنا الريجولار بون، وخدنا الايه البنيوماتيك. بنيوماتيك بونز اهي، بنيوماتيك اهي، هنا واضحة خالص اهي، تجاويف اهي، تجاويف، تجاويف. وصلت شباب؟ عرفنا ان ايه عظم فيها تجاويف. عندي كمان حاجة اسمها الايه السيسامويد بون، سوري السيسامويد بون. ايه السيسامويد بون؟ بيقول لك يا سيدي بيكون عظمة طالعة من تندون. يعني ايه عظمة طالعة من تندون؟ هقول لك. انت عندك مثلا عظمة زي الباتيلا مثلا في ركبتك، عظمة زي الباتيلا اللي في ركبتك دي، اللي هي العظمة دي ايه اللي ماسكها؟ ماسكها والله رباط ابيض اهو، ورباط ابيض اهو. العظمة العضلة طلع منها، الرباط ده جاي منين؟ طلع من عضلة، عضلة اسمها ايه الكوادريسيبس، تحديدا الاكتس فيمورس، طالعة بتندون رايحة ايه ماسكة في العظمة كده، اسمها ايه دي الباتيلا، العظمة دي الصابونة بتاع رجلك اسمها الباتيلا. يبقى وده عندك المثال الوحيد على السيسامويد بون. عارف يعني ايه يعني ايه يعني السيسامويد بون؟ هيقول لك والله ام سي كيو، ايه العظمة اللي موجودة في السيسامويد بون؟ زي ايه الاكزامبل بتاعها؟ تقول الباتيلا. بس كده يا دكتور؟ بس كده. خدنا دلوقتي كلاسيفيكيشن اوف بون عن طريق الايه الشيب، دلوقتي هناخد عن طريق الايه الاستراكشر. ركز معايا بقى عشان الدنيا سهله خالص والله، ما تصعبهاش على نفسك. لو فصلت هات لك كوبايه شاي وتعالى. اول حاجه جديده اقول لك انت شايف ايه؟ ده عظمه ايه؟ دي الفيمور. تمام، صلى على النبي. هقول لك شايف ايه يا دكتور؟ هتقول لي شايف دكتور حاجتين، حاجه جزء خارجي وجزء داخلي. هقول لك حلو، هقول لك يا دكتور سؤال بسيط، هو هل العظم بتاعنا سهل ان هو يتكسر؟ هتقول لي يا دكتور ده صعب جدا. هقول لك بالظبط، هقول لك عندي الجزء الخارجي ده اللي بيكون منه العظمه، ده حاجه اسمها كومباكت بون. الكومباكت بون ده بيكون نسيج صلب جدا، صعب ان هو يتكسر. من وصف من تعريف اصلا بقول لك هارد، صلب جدا، صلب جدا. انما عندي اللي جوه ده حاجه اسمها الاسبونشي بون، اللي هو النسيج الداخلي، حاجه اسمها الاسبونشي بون او الكانسيلاس بون. هقول لك شكل ليه اوضح اهو. ايوه الرسم دي موضح لنا اكتر، شايف الكومباكت بون عامل ازاي؟ نسيج صلب جدا، صلب جدا. انما الاسبونش بون شايف عامل ازاي؟ في فراغات كتير، الريجولار واخد شكل الريجولار واخد فيه فراغات كتير. عندك الرسمه التانية هي برضه هي موضحه الكومباكت بون اهو، الجزء الخارجي اللي هو الصلب الكومباكت بون، انما ده الجزء الداخلي اسمه ايه؟ اسمه سبونشي بون، سبونشي بون. هو شباب برضو رسمة تانية معانا
ده الكومباكت بون. خلاص بقى انت فهمت بقى وعرفت تفرقهم ازاي. ده الكومباكت بون نسيج صلب جدا، انما ده السبونش بون يكون ايه في فراغات. هناخد بقى الاستراكشر اوف لونج بون. بسم الله وصلى على النبي. بقول لك يا سيدي، اول حاجه اي عظمه لونج بون عندك في جسمك ليها نهايتين، ليها بدايه وليها نهايه. الكلام ده سهل صعب؟ تقول يا دكتور كان لحد دلوقتي سهل، هقول لك ماشي صلى على النبي. البدايه دي والنهايه دي لهم اسم، ابيفيسز. اسمهم ايه؟ ابيفيسز. يبقى عندي اول حاجه بقول لك ايه، زي هاف تو اندز اللي هي اول العظمه واخر العظمه، هنسميهم اسم. اسمهم ايه؟ ابيفيسز. اهو سميناهم الاسم هو ابيفيس. دلوقتي احنا سمينا العظمه اولها ونهايتها ايه؟ ابيفيسز. طب انا عندي جسم العظمه ده عايزين نسميه اسم، هسمينا الاول والاخر بس باقي الجسم العظمه ما سميناهوش. والله اقول لك سميه دايافيسز، الشافت بتاعها او العظم او الجسم بتاعها سميه دايافيسز. يبقى عندك معلومة لازم تبقى عارف ان الدايافيسز دي تحتوي على ايه؟ على البون مارو. عشان هيجي لك ام سي كيو هيقول لك والله ايه اللي بيحتوي على البون مارو، الدايافيسز ولا الابيفيسز؟ لازم تبقى عارف نوع ده ايه، الدايافيسز. ماشي، يبقى اول حاجة خدناها ايه؟ الابيفيسز، وقلنا بيكون موجود فين؟ في نهاية اي عظمة طويلة او بدايتها، بداية ونهاية كل عظمة طويلة. طب الدايافيسز بيكون فين؟ موجود في جسم العظمة من نصها، الشافت بتاعتها. هقول لك حلو، هقول لك يا دكتور طب انت ناقص حاجه على الرسمه ديت؟ هتقول لي اه. هتقول هقول لك ايه، هتقول لي الحته دي انت سايب حته هنا اهي وسايب حته هنا اهي. هقول لك الله ينور عليك. هقول لك يا سيدي في نهايه الدايافيسز الحته دي نقطه الالتقاء بين الدايافيسز والابيفيسز، حته اسمها ايه؟ ميتافيسز. حته هنا اسمها ايه؟ ميتافيسز، فوق وتحت. واضحة يا شباب؟ يبقى تاني قلنا اللي فوق خالص اسمها ايه؟ ابيفيسز، واللي في النص دايافيسز. طب اللي بينهم اسمهم ايه؟ ميتافيسز. يبقى اول حاجة فوق خالص اسمها ايه؟ ابيفيسز. الدنيا سهلة والله، ما تصعبهاش على نفسك. طب والشافت اللي هي تحت خالص دي اسمها ايه؟ دايافيسز. طب اللي بينهم بقى اسمهم ايه؟ ميتافيسز. يبقى ابيفيسز، ميتافيسز، دايافيسز. عندي كمان حاجة اسمها الايه؟ ابيفيزيال بليت. ده هو فين ده يا دكتور؟ هقول لك يا سيدي، ده هو الخط ده. ده الاسم الايه؟ ابيفيزيال بليت. وصلت يا شباب؟ وصلت يا شباب. عندي بقى هنا على الرسمة ركز معايا، بيقول لك النقطة المنطقة اللي فوق دي اسمها ايه؟ خدنا ابيفيسز. طب النقطة اللي تحتهم دي اللي هي الحتة دي اسمها ايه؟ هتقول لي ايه؟ ميتافيسز. طب الجسم بتاع العظم كله، الجسم قلنا اسمه ايه؟ اللي هو الجسم ده اسمه ايه؟ دايافيسز. الدنيا سهلة فيها خالص، انت تبقى عارف بس من النقطة دي ايه؟ الابيفيسز مكانه فين؟ بيكون في الاند بتاع كل عظمة، الفوق وتحت، بدايتها ونهايتها. تكون عارف ان الدايافيسز معلومتين عنه، بيكون موجود في الشافت في البادي بتاع العظمه في نصها، وبيكون اللي هو ايه؟ كونتين البون مارو. بس كده اهو، دي الابيفيسز، دي الميتافيسز، دي الايه؟ الدايافيسز، والخط ده اللي هو ايه؟ ابيفيزال بليت. بيقول لك يا سيدي classification of bone according to development. اول حاجه سيدي بيقول لك ايه، عندي حاجه اسمها، عندي تقسيمتين، حاجه اسمها membranous bones وحاجه اسمها ايه؟ cartilaginous bones. بيقول لك يا سيدي ان عندي اصلا البونز قبل ما تتكون ممكن تكون غشاء وممكن تكون ايه؟ غضاريف. هتقول لي زي ايه؟ هقول لك يا سيدي زي الجمجمه، جسم الانسان اهو، السكال بتاعك. هل ده مش الجمجمه دي دلوقتي عظم؟ تقول لي يا دكتور ده عظم صلب جدا. هقول لك حلو، قبل ما تتكون كان غشاء، قبل ما العظم يتكون كان غشاء. نجيب لون تاني، كان غشاء اهو، ده كله كان غشاء اهو. تقول لي اه.
فهقول لك يا سيدي، يبقى عندي تقسيمتين، حاجة اسمها ميمبرينا سبونز زي السكال، كان قبل ما تتكون تبقى عظم كانت ايه ميمبرينس، يعني بس يعني حاجة ليها غشاء. طب حاجة، طب التقسيمة التانية عندي كارتيليجينس بون، بيقول لك يا سيدي احنا خدنا طبعا تقسيمة اسمها اللونج بونز، بيقول لك اللونج بونز دي كلها الأول كانت ايه، كانت غضاريف، كانت فين التقسيمة اهي، الرسمة اهي، كانت غضاريف، كان كل ده غضروف موجود عندك وانت مولود لسه، مع الوقت وانت بتكبر اهي العظمة بيكبر معاها واحدة واحدة لحد ما تبقى راجل ادلت بجسمك كله ايه بونز، معلش بقى كارتريجنس. يبقى عرفت ان عندي تقسيمتين، حاجة اسمها ممبرينس بون وحاجة اسمها ايه كارتريجنس. الممبرينس قلنا ان هو العظم قبل ما تتكون كانت غشاء، وقلنا زي السكال، قلنا كارتريجنس ان هو العظام الطويلة قبل ما تتكون كانت عبارة عن ايه، عن غضاريف. وعرفنا شكلهم اهو. بيقول لك يا سيدي البري اوستيوم، بيقول لك يا سيدي ايه البري اوستيوم، ايه ممبرين ذات كفر سيرفيس اوف بون اكسبت اتس ارتيكولار اند. بيقول لك يا سيدي بكل بساطة ان البري اوستيوم ده هو الحاجة اللي بتغلف العظمة. يعني ايه بتغلف العظمة؟ بقول لك يا دكتور انت مش خدت دلوقتي حاجة اسمها كومباكت بون وحاجة اسمها سبونش بون؟ هتقول لي اه. هقول لك بقى الحاجة، انت طبعا ما بتشوفش الكومباكت بون ولا السبونج بون، انت بتشوف العظمه من بره متغلفه، فالغلاف ده اسمه بيري اوستيوم. بس في نقطه، البيري اوستيوم بيكون عند كل العظمه ما عدا حاجه، يعني اللي هي ايه يا دكتور؟ هقول لك ما عدا الحته اللي العظمه ملتحمه منها مع عظمه تانية، اللي هي اسمها ايه، ما عدا ايه الارتيكولار اندس، العظمه اللي ملتحمه منها. يعني دلوقتي عندك عظمه زي دي مثلا الهيومرس، عندها الهيد بتاعتها هي الاند بتاعتها هي فيها ايه، فيها غضروف عشان تلتحم مع عظمة تانية، فلا ما ينفعش يكون فيها ساعتها ما يكونش فيها بيري اوستيوم. وكذلك تحت هو كله بيري اوستيوم ما عدا الحتة اللي انا هلتحم منها مع عظمة تانية. وصلت؟ بيقول لك البيري اوستيوم ده يا سيدي، بيقول لك ليه حاجة مشهور بيها اللي هو ايه، بيقول لك ان هو مشهور بالبلاد فيزلز، غني بالبلاد فيزلز. هتقول لي اه. هقول لك، هتقول لي طب الفانكشن بتاعه ايه؟ هقول لك سيدي ده وظيفته ان هو بيكبر قطر العظمية، ده اللي بيكبر قطر العظمية. وهتقول لي ايه تاني؟ هقول لك يا سيدي انت لما يحصل لك كسر، ده اكتر حاجة بتساعدك ان هو يلم، ان الكسر بتاعك يلم بسرعة. هتقول لي ازاي؟ هقول لك سيدي، وانا مش قايل لك من شوية ان البيري اوستيوم ده غني بالبلاد فيزلز، فهو بسبب نشان ان هو غني بالبلاد فيزلز لما يحصل لك كسر او اي حاجة، ده بيكون سبب ان هو الكسر بتاعك يلم بسرعة. اهو بقول لك اهو، سبلاي بلاد اوف ذا بون، هو اللي بيغذي اصلا العظم كله بالبلاد، عشان هو ايه، هو اللي موجود فيه بلاد فيزلز. تمام يا شباب؟ يبقى كده دلوقتي خدنا الكلاسيفيكيشن اوف بون عن طريق الشيب وعن طريق الاستراكشر وعن طريق الديفلوبمنت، خدنا الاكزيال سكيلتون والامبندكولار سكيلتون. هناخد حاجه دلوقتي اسمها ايه، البون فيتشر، اللي هما ايه؟ هقول لك سيدي صلي على النبي. اول حاجة عندنا البون اليفيشن، هقول لك سيدي عندي ثلاث حاجات. عندي حاجة، اول حاجة عندي اسمها التيوبركل، تيوبركل هقول لك صلي على النبي، هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك بص بس معايا على الرسمة وانت تفهم. بقول لك شايف النقطة دي، هقول لك شايف النقطة دي، من تعريف التيوبركل بيقول لك ايه، small rounded elevation، elevation صغير جدا. تقول لي يا دكتور اه، يعني الحته دي اسمها ايه، اسمها تيوبركل. يبقى التيوبركل ايه، هقول لك small rounded، ده الشكل بتاعه، او هتفهمه دلوقتي لما تعرف يعني ايه دلوقتي. التيوبريستي يعني ايه؟ طب انا دلوقتي عندي تيوبريستي، تاني حاجه معانا التيوبريستي. ايه التيوبريستي يا دكتور؟ هقول لك ايه، is larger elevation وبيكون رف وبيكون تكتشر. طب يعني ايه؟ هقول لك يعني صلى على النبي، شايف الحته دي، شايف الحته دي صغيره ولا كبيره؟ مش فاهم. اقول لك يعني تشوف ان التيوبريكل الصغيره دي هتعرف، دي هتعرف تفرق بينها وبين دي. اه التيوبريكل صغيره جدا انما التيوبريست كبيره، انا هقدر افرقهم بالعين. هقول لك شاطر، هو فعلا التيوبريستي اكبر من التيوبركل،
والتيوب ريستي بتكون رفه بتكون خشنه. هقول لا اه فضل دوك تب وضح لي اكتر، هقول لك تفهمها على اللي جاي. حاجه اسمها التروكانتر، تالت حاجه معانا النهارده التروكانتر. هقول لك شايف الحته دي كلها، شايف الحته دي كلها اسمها ايه؟ اسمها تروكانتر. A very large، حاجه كبيره جدا كبيره جدا، وحاجه غير منتظمه. يبقى اول حاجه التيوبريك عندي ايه؟ سمول راوندد. التيوبريستي حاجه اكبر شويه، التروكانتر حاجه كبيره خالص، اكبر حاجه موجوده التروكانتر. نكمل، بيقول لك شد ان العظم ممكن يكون فيه حاجه اسمها لاين او ريدج او كريست. يعني ايه؟ هقول لك يا سيدي صلى على النبي، بالبلدي لاين يعني ايه؟ يعني موجود خط، العظمه موجود فيها خط اهو. طب دكتور انا مش شايف. هقول لك طب بص الحته دي، شايف هنا الرسمه دي الاخيره دي التالته ديت، شايف خط باين انت اهو، انت شايف خط ماشي اهو اللي انا باعد لك عليه ده، ده اسمه لاين. بس كده دكتور؟ اه بس كده، ده اسمه لاين. طب يعني ايه يا دكتور كريست؟ بيقول لك وايدر فري لونج اليفيشن، يعني الحته دي مثلا دي كلها لونج اليفيشن حاجه، فاحنا هنسميها ايه؟ هنسميها كريست. هنسميها ايه؟ كريست. حرف العظمه طويل كبير طويل، واخد ايه؟ واخد زاويه، واخد كيرف كده، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه كريست. بالمنظر كده تعرفها، مش هتفيد، مش هتفيدك دلوقتي، هتفيدك قدام. حاجه اسمها ريدج، يعني ايه ريدج؟ يعني الحواف بتاع العظمه، الحافه بتاع العظمه ايه؟ شايف الحافه دي؟ دي اسمها ريدج، حواف. بس بقول لك يا سيدي تاني عندنا ايه؟ عند البادي ديفيشن شارب فري بروجكشن، عند السباين. هقول لك سيدي صلي على النبي، الفيرتيبري ايه؟ دي الايه؟ دي الفيرتيبري، الفقره، الفقره بتاعت جسمك. عندي حاجه فيها نازله كده، عندي بتاع طويل نازل كده، ده ايه؟ ده اسمه السباين. اسمه ايه؟ اسمه السباين. طب والعظمه دي، الحته العظمه دي اللي فيها ايه؟ اللي فيها جزء كارتريج ده، العظمه دي اسمها ايه؟ اسمها بروسيس. استنى اوضح لك الدنيا اكتر. في عظمة ايه؟ الجزء ده اللي هو ده، ده اسمه ايه؟ ده اللي اسمه بروسيس. انما الكبير ده اسمه ايه؟ اسمه سباين. امال ايه يا دكتور الحتة اللي هي دي المجوفة دي؟ هقول لك دي اسمها فاسد. فاسد هتقول لي يعني يا دكتور؟ هقول لك دي الحتة اللي الريبس بتتربط فيها مع الفقرة. مش احنا عندنا خدنا 12 ريبس بيرتبطوا فين؟ من الثوراسك فيرتبري، فبيرتبطوا بيلحموا مع بعض عن طريق الحته دي، في الحته دي، فالريب بيتمفصل مع الفقره في الحته دي. الحته دي اسمها ايه؟ اسمها فاسد. اكيد مشروعها عندك هنا في الاخر، مشروعها عندك تحت اصلا. نكمل، بس عند حاجه اسمها ايه؟ فوفيا. فوفيا عند حاجه اسمها ايه؟ فوفيا. يعني ايه فوفيا؟ هيقول لك الناس عندي في الفيمر في الهيد بتاعتها، هتلاقي عندي زي حاجة زي دايرة كده وخرم فيها. اسمها ايه؟ حاجة زي دايرة وخرم فيها كده، دي اسمها ايه؟ اسمها فوفيا. فوفيا عندي حاجة تانية برضو هتحتاجها، اسمها فصة. يعني ايه فصة؟ يعني حاجة غويطة نازلة كده شوية، فصة. فصة يعني بص حاجة، يعني ايه؟ حاجة ناعمة خالص ونازلة كده، اسمها فصة. عندي ايه تاني؟ عندي حاجة اسمها نوتش وحاجة اسمها جروف. يعني ايه نوتش؟ يعني مثلا لما الاقي العظمة ماشية مثلا بانتظام، مرة بانتظام كده، ومرة واحدة تعمل لي كده، فبقى عندي هنا حتة نازلة، الحتة دي اسمها ايه؟ اسمها نوتش. زي العظمة دي بالظبط، السكاب اللي ماشية بالظبط ايه، ونزلت مرة واحدة وطلعت تاني، الحتة دي اسمها نوتش. اسمها ايه؟ اسمها نوتش. كل دي مع المحاضرة الجاية واللي بعدها، لما اشرح لك عظم وهجيب لك طبعا 3 دي انا لازم اشرح لك عليه، الدنيا دي توضح معاك. دلوقتي اعرف بس الكلام نظري. عند حاجه اسمها ايه؟ اسمها جروف. يعني ايه جروف؟ يعني مثلا هلاقي حته رفيعه، هلاقي حته غويطه مع بعضها كده، حته غويطه، شوف غويطه خالص ايه عن اللي تحتها، عن اللي جنبها. يعني العظمه ايه ماشي كله مثلا مع بعضه مثلا، بس مره واحده تلاقي حته هنا ايه؟ غويطه. شوف دي كلها غويطه، دي حته غويطه دي اسمها ايه؟ اسمها جروف. حته نازله لوحدها كده اسمها جروف. عندي ايه تاني؟ عندي حاجة اسمها الفورامين والكنال والفشر. يعني ايه فورامين؟ هقول لك بالبلدي يعني خرم، فتحة. الفتحة دي يا دكتور وظيفتها ايه؟
هقول لك يا سيدي وظيفتها انها بتعدي منها الاعصاب والبلاد فيزلز والكلام ده كله. طب عندي حاجه تانية اسمها ايه؟ الكنال. يعني ايه كنال؟ يعني فتحه ماسوره كبيره لها فتحتين. بقول لك بتكون دي كنال لها فتح، لها تو اوبننج، بتكون فين؟ بتكون في البوق. عندي حاجه اسمها فيشر. يعني ايه فيشر؟ هقول لك يعني فتحه في قلب العظمه كده، تبان كسر بس هو مش كسر، هو كده زي دي، ده اسمه فيشر. فين تاني؟ اهو اهو. المحاضرة سهلة جدا، خلي بالكوا يا شباب ما تصعبوش على نفسكوا. عندي ايه تاني؟ عندي حاجة اسمها الهيد. يعني مثلا دي الفيمور، شايف الفيمور؟ لها هيد اهي، لها راس طالعة اهي، راس بارزة اهي، دي اسمها هيد. دي الهيومرس، لها هيد اهي، دي هيد. عندي حاجة تانية اسمها ايه؟ الفاسد اللي انا شرحتها لكم، الفاسد اهو. اللي قلنا الفاسد ده بيعمل ايه؟ ده اللي الريبس بيلتحم فيه، بيلتحم مع الفقرة فيه، بيمسكوا ببعض عن طريق، عارف انت في الحتة دي، تمام. دي قلناه. عند الكوندايل بيقول لك سمول راوند بروجيكشن ارتيكولار ويز اذر بونز، دي الحتة عند كوندايل وليبو كوندايل، دي الحتة اللي الحتة اللي انا بتمفصل فيها مع عظمة تانية. ده كله يا شباب انا هشرح لكم كله عملي، ما تشغلوش بالكم بيه، الدنيا بسيطة خالص والدنيا سهلة. ركز لي المحاضرة دي على الاكزل سكيلتون والابندكولار سكيلتون، ركز لي على الاستراكشر بتاع البون كومباكت وكانسيلس وسبونشي، ركز لي على الابيفيسز والديافيسز والميتافيسز، عرف لي اماكنهم فين. عليه هعمل لك كويز، هبعته لك فايل تاني، فايل هبعته لك زي المحاضرة الأولى تحله وتبعته لي. في ناس بعتت لي المحاضرة الأولى حلها ما شاء الله، حلها كله صح، ربنا معاهم ويوفقهم، وإن شاء الله اللي يحل برضو صح ليه مني هدية إن شاء الله. وأشوفكم على خير المحاضرة الجاية إن شاء الله. ولو في أي حاجة يا شباب ابعتوا لي، تواصلوا معايا، لنا جروب واتساب تخش انضموا ليه، ولو في حاجة ابعتوها لي على الجروب. السلام عليكم.